فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في مسجدنا أقام شخص في صلاة الفجر، أقام شخص لصلاة الفجر وحذف ونسي حي على الصلاة حي على الفلاح. في مسجدنا أقام شخص لصلاة أقام للصلاة يعني نعم أقام شخص لصلاة الفجر فحذف حي على الصلاة حي على الفلاح سهوا منه، فأمرت الإمام بأن يعيد الإقامة فأعادها، هل ما أمرتهم به صحيح؟ نعم، إذا كان الوقت قريب، إذا كان الوقت قريب طيب تنبه عليه ويعيد الإقامة كما هي. أما إذا أنه مضى الوقت وصلى، الصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.